بحب ارحب بضيفي النهارده في برنامج 90 دقيقه، الفنان الكبير الاستاذ محمود الجندي، وبشكرك جدا على قبولك الدعوه استاذ محمود. ربنا يخليك استاذ، انا قلت لك الناس المحترمه لازم تحترم وعيدها يعني. ربنا يكرمك استاذ محمود. الله يخليك. ودايما حواراتي مع حضرتك انا بستمتع بيها جدا، علشان انا بعتبرك انك انت يعني رمز من رموز الفن المصري. الله يخليك استاذ ونفسي رغم ان الظرف صعب، والكلام اللي انا عايز اساله لحضرتك الحقيقه كلام صعب عليا انا شخصيا، ان محمود الجندي يعلن انه هيعتزل الفن، يعني ما هو اصل احنا مش بنتكلم على حد عادي او حد لسه بادئ، انما يعني ارجو انك يعني ايه تتقبل اسئلتي يعني بصدر رحب، لانها بتعبر عن يعني اشتياق لفنك ومحبيك، وجماهيرك هيسألوك طبعا اكيد في هذا الموضوع لانه اثار جدل في الفترة الاخيرة. واسمح لي استاذ محمود ان احنا بس عاملين يعني كده تقرير صغير مجمع كده عن حضرتك نعرضه ونتفرج عليه مع بعض، ايه رأيك؟ ماشي. هو بس توضيح صغير، هو انا مش اعتزال الفن، اعتزال العمل الفني الحالي، الاعمال الفنية، انما الفن انا ما حدش بيقدر يعتزله، هيفضل هتفضل طول عمرك. انا عندي فرقه هواه في البلد في ابو معتمير، بعمل لهم واحنا متابعينها في البحيره، في البحيره بعرض لهم اعمال مسرحيه وكده، فده التنفس الفني اللي انا بنفس فيه عن الهوايه، ما اقدرش اعتزل، انما اعتزل العمل الاحترافي اللي بقى فيه الفساد اللي موجود، وده محتاج برضو يعني نقاش ونفهم ايه الاسباب وايه اللي ادى لهذا، لان حضرتك برضو يعني ما هتحرم جمهورك من الظهور في الاعمال، ما هو برضو ده محتاج توضيح بعد اذنك. نشوف تحت امرك. تقرير عن ضيفي النهارده في برنامج 90 دقيقه الاستاذ محمود الجندي، ونرجع نحاوره في كل هذه الامور. كأنه قوس قزح فني يجتمع فيه التمثيل مع الاستعراض مع الغناء. ليل يا ليل يا ليل، أمانة يا جدع ما تاخد المرتجع، ولا السكاكية ولا اللي تتسوق في السوق بالرسمال، تخش بيت العمارة يا جدع تاخد بمالك جمال، وتعيش كريم يا جدع. في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وفي عام 1945 ولد محمود الجندي الذي عشق التمثيل والغناء إلى حد جعله يتحدى الظروف ويلتحق بالمعهد العالي للسينما ويتخرج منه، لتبدأ حكاياته مع الفن، أو قل حكايات الغريب. مهلباتي في شاي وفي عيش، ومقلباتي صابون ويانيش، وتكسلي وعجل وما يمشيش غير في الضلال ابن الضلة. 40 فيلما سينمائيا تقريبا تألق من خلالها محمود الجندي على الشاشة الكبيرة، لكنها أبدا لم تشغله عن الشاشة الصغيرة التي قدم عليها مسلسلات تلفزيونية لا تنسى. أديني عرفت خطأي وعرفت فين خلاص، عرفت فين خلاص. صح يا أستاذ عبد الباقي؟ صح يا أبله، أكبر صح. بين السينما والتلفزيون لم ينسى الجندي حظه من المسرح الذي وقف على خشبته ثابتاً بجوار عمالقة هذا الفن. ايوه يا استاذ، هو ده المطعم اللي حضرتك ورثته. مش فاهمني. ايه؟ المطعم اللي انا ورثته. ايوه يا استاذ صابر، هو ده المطعم اللي حضرتك ورثته. تراث كبير تفيض به رحلة محمود الجندي الفنية التي قرر هو فجأة ان ينهيها بقرار الاعتزال بعد بطولته لمسلسل رمضان كريم في شهر رمضان الماضي. ليتساءل محب الجندي ومتابعوه، هل هكذا ستنتهي حكايات الغريب؟ أم لا تزال بها فصول أخرى؟ أنا اتخلقت لزمن تاني جميلة، زمن ما فيهوش غدر ولا طمع ولا افتراء. طيب، هل فعلا الأستاذ محمود الجندي هيحرمنا من
متابعته في الاعمال اللي احنا بنحبها واللي اجيال كتير اتربت عليها وحبتها وارتبطت بيه كفنان عظيم موجود في الساحه الفنيه في مصر. معرفش حضرتك ليك تصريحات بتقول انك درست الموضوع كويس وفكرت فيه قبل الاقدام عليه بالزبط. والراي العام يتساءل لماذا هذا القرار يا استاذ محمود؟ في وجع جامد قوي من اللي حاصل، وحسيت ان انا مش عايش في زمني. يعني الاول الفتره الاولانيه كنت عايش في الزمن بتاعي فمرتاح وبتعامل معاه صح، انما فجاه الظروف اتغيرت وبقيت حاسس ان انا مش عايش في الزمن بتاعي. يعني انا بعيد، بقينا نشاز، يعني احنا بقينا اللي متمسكين بالتقاليد اللي احنا اتربينا عليها، بقينا بالنسبه للوسط الحالي الجو اللي حاصل دلوقتي نماذج شاذه مش طبيعيه. يعني حضرتك وبكل صراحه رافض تتعامل مع الجيل الجديد؟ لا، مش الجيل الجديد من الفنانين. امال؟ لا، مع الجو العام اللي بقت فيه اللعبه الفنيه النهارده، ما بقاش المسيطر على الحاله الفنيه ناس عندها احترام للقيم والتقاليد الفنيه. احنا في مغسله فلوس بصراحه. يعني مغسله فلوس، مغسله، احنا عايشين في لاندري واحنا مش عارفين الفلوس دي بتعمل ايه، واحنا الماده اللي بيغسلوا بيها. فلذلك لا في تقدير لمين الفنان اللي بيشتغل، ولا ايه نوعيه الموضوع اللي بيتقدم، ولا ايه الغرض منه. بقت الدايره مشبوهه، عمل بيتقدم مش كامل كتابه ولا فكره، وبيبدأ تصويره على اي اساس؟ ده كان زمان استحاله، ده كان جريمه زمان. وانت عارف حضرتك تعاصرت الفتره دي اللي كان فيه هيبه للمخرج والقيمه. يعني كان الاستاذ نور الدمدرش رحمه الله عليه لما كان بيمشي في الطرقه بيترهب ولا ظابط مباحث معدي لقيمته ولاهميته. ليه؟ عارفين المخرج هو رب العمل، هو اللي كلمته سيف. بس اياميها كانت الدوله بتتدخل وبتنتج، يعني مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون ده الحقيقه يعني قدم للمجتمع المصري والعشاق الدراما المصريه الاعمال العظيمه اللي بتتعرض اليومين دول على مسيره زمان. بس المنظومه دلوقتي بما ان القطاع الخاص بقى تسيد الموقف، كان في رمضان اللي فات اكتر من 45 مسلسل تقريبا معظمهم انتاج خاص طبعا. مظبوط. يعني العصر اختلف، وبالتالي القطاع التلفزيون ربما انتاجه تراجع. بس مخسره فلوس دي، ده اتهام كبير. يعني ده دي فيها شيء من الجرم. يعني الله اعلم. انا معيش دليل. لكن الشكل بيقول ايه؟ الفلوس اللي بتصرف كتير دي والدخل بتاعها مش العائد بتاعها، ما اقولش انها تجيب ده. منين بيتعمل ده؟ ليه لما مسلسل يتعرض عليه بالاجور العاليه دي والصرف ده؟ واحنا عارفين المحطات اللي بتشتري هذا الانتاج كم محطه وهتدفع كم في العمل. العائد ده ما يوفيش اللي صرف على المسلسل. بس المسلسلات الحصريه دايما بتتباع غالي، لانها بتبقى يعني بتتذاع على القناه اللي هي انتجتها او اللي هي اشترتها حصريا. اما المسلسلات الاخرى المتاحه لبعض القنوات، وطبعا يعني انا عارف الموضوع ده عشان حتى في قناه المحور في خلال شهر رمضان ذاعت مسلسلين ما كانوش مسلسلات حصريه، بس كانوا مسلسلات ناجحه جدا جدا. مع احترامي يعني انا مش عشان انا في قناه المحور، انا بتكلم على قناه المحور ان لها نشاط اجتماعي وتنموي وتربوي جوه البلد. معروف وملموس، عارفين قناه المحور ما هياش تجاره فقط. قناه المحور بتعمل خدمات تانية بناءه جدا، تعمل على اجنده وطنيه يعني. بالظبط. فملموسه، مش عشان انا في قناه المحور بقول هذا الكلام. لا 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 لا، انا فاهم. بس هل ده سبب كافي؟ يعني هل يعني شكوك حضرتك اللي هي لا ترقى لسه لغايه دلوقتي الى مرحله الى درجه اليقين او الاتهام تخليك تقول انا محمود الجندي صاحب الأربعين سنة في هذا المجال اللي ليا قاعدة عريضة من المحبين والمتابعين هقول لا أنا مش هشتغل في حاجة زي 100%؟ في يعني مواقف محددة أدت إلى هذا القرار بالتأكيد، هي نتيجة ده، نتيجة عدم اهتمام الناس اللي بتقدم هذا الفن أو هذه التجارة. هو مش بقاش فن، هذه التجارة دلوقتي اللي بتمارس بقى ما فيش احترام للناس اللي بتتقدم. تاريخ انا 50 سنه متخرج من معهد السينما واشتغل ما شاء الله، ربنا يديك طول العمر يا استاذ محمود، واشتغل في هذا المجال. عاصرت ناس كبار وشفت قيمه التعامل مع الناس الكبار واحترام وجودهم وامكانياتهم.
لان دول نماذج ورموز لمصر. انا لما بكبر الانسان المبدع اللي عندي انا بكبر قيمه البلد كلها. انما اهمالهم الى هذه الدرجه انهم يتعرضوا الى ان يتعاملوا كانهم قطع اكسسوار بيجمل بها المسلسلات فقط وما بيتحط لهمش اي اعتبار. طب الكلام ده برضو يعني كلام زي ما تقول ايه عام. يعني لا فضفاض شويه. انا هساعدك استاذ محمود انك تحط ايدك على يعني المنطقه اللي مش عاجباك. الاجر بتاعك لا يمثل تاريخك وكفاءتك مثلا. اسمك على التتر. ايوه. ترفض ان هو يتحط بشكل معين قد ترى ان هو مهين لتاريخك. التعامل مثلا مع الجهه الانتاجيه توعدك بانها مثلا هتقوم بدفع الاقساط اللي هي المفروض مستحقه ليك. أيوة. وبعدين تتهرب منك. ايه الحاجه؟ ما حضرتك قلت الحاجات يعني كل الحاجات, كل الحاجات دي. يعني اولا نبدا نمره واحد بالاهمال. الاهمال في التقدير دي نمره واحد اللي قلبتني جدا, دي اللي وجعتني. التقدير المادي. التقدير المعنوي. المعنوي لان التقدير المادي انا راضي الحمد لله باللي بيجي وخلاص, وانا اللي وانا اللي اخترت. طالما بتفق على رقم يبقى حضرتك راضي. انا راضي بيه. خلاص انا صدقت ان احنا بدانا ب 8 جنيه و10 جنيه وانت عارف الاجور كان زمان شكلها ايه. صحيح. الحلقه يعني لما وصلنا للميات والالاف دلوقتي شيء مرضي الحمد لله وبيجيب مصاريفنا. انا واللي بيكسب اكتر من كده ربنا يرزقه, خلاص ده رزقه. وهو اللي قال انا سعري كذا وافقوله على ده خلاص ده يعني. استاذ محمود حضرتك ما عندكش اي غضاضه ان مثلا يجي نجم شاب ويحصل مثلا على 30 مليون جنيه اطلاقا اطلاقا, ربنا يكرمه. وشايف ان ده يعني طالما السوق بيدفع له الكلام ده يبقى اذا هو حلال عليه طبعا. ده ما بيضايقنيش اطلاقا. لكن اللي بيضايقني ايه؟ انما لما يبقى عندك ناس من بالتاريخ ده بتشتغل في المهنه معاك وتيجي تعمل عمل وتتجاهله في الدعايه, تتجاهله نهائي, ده مهانه. وبعدين تيجي تقول لهم ازاي يا جماعه انتوا عملتوا كده, يقول اصل احنا بند الاعلانات لشركه دعايه هي اللي بتعلن. يعني معنى كده انتوا شاري قفص فيهم ممثلين بتحطهم تديهم لاي حد يطلعهم يعرض منهم اللي عايز يعرضه. ما بتاخدش حقك مثلا يعني تعالى نقول من ضمن الحاجات اللي المتك انك ما بتاخدش حقك في الدعايه او في البروموهات او التريلر اللي بيبقى قبل المسلسل او قبل العمل الفني كمحمود الجندي. بتلاقي التركيز على ناس تانية خالص. وقربها لك قوي بقى عشان تبقى محددة. المسلسل الأخير اللي أنا عملته بتاع رمضان كريم. أيوه. أنا بعمل المسلسل ده قائم على شخصيتين, رمضان وكريم, اتنين إخوات. أنا بعمل كريم ورمضان بيعمله سيد رجب. كويس. المسلسل قائم على الاتنين إخوات وعائلات الاتنين. القصة بتاعتنا. فلما يبقى المسلسل بطولة الاتنين دول وتيجي تعمل أفيشات الشوارع ما تحطهمش هم الاتنين فيه. او عشان بتحط شباب جداد. الشباب على عيننا وراسنا, ما احنا تقدمنا الناس الكبار قدمونا اما حطونا جنبهم. ما انتوا كنتوا شباب. ايوه. والناس الكبار كانوا بيحطونا جنبهم. صحيح. علشان نطلع. فانا مش هزعل ابدا ان لو الشباب هم اللي في المقدمه واحنا موجودين معاهم. بس ايه عدم الاعتبار تماما لوجودنا, التجاهل ده شيء مهين جدا بالنسبه لي. انا اعتبرتها كده. يعني الاول كنت بتغاضى عن ان الاسم في التتر نزل في الترتيب مش مهم, بقول الناس هي اللي بترتب الاسامي في الاخر. محبه وتقييم الجمهور ليك هو ده كان بيرضيني المكانه الحقيقيه يعني. انما لما يجي حد يعرضني ويعرضني بالصوره دي يتجاهل وجودي تماما, يبقى معنى كده انك انت مش معترف بوجودي او انا مش هفيدك بحاجه او انا مش مهم بالنسبه لك في العمل اللي انت بتقدمه. فبقى لا في نظره لقيمه العمل اللي بيعمل ولا مين الفنانين اللي بيشاركوا فيه. فعدم الاهتمام ده يعني بقى سمه عامه وبقيتش مش لاقي كبير تكلمه. لان صاحب راس المال زعلت يقول لك بالسلامه هات غيره. يعني ما عندوش اهتمام ان ايه فلان زيد او عبيد هيشتغل ولا ما يشتغلش. في 30 واحد هنجيبهم يعملوا الدور. ما عندوش اشكال. لكن اللي كان مهتم من الدوله زي انت ما قلت كانت مهتمه بان عندها نجوم بتكبر فبتهتم بانها تكبرهم وتلمعهم علشان يبقوا دول الوجهه بتاعتها. يعني عبد الناصر رحمه الله عليه لما راح يزور الجزائر في سنه من السنين فقالوا له ازاي اسماعيل ياسين؟ ده كانت مفاجأة بالنسبة له انه بدأ يحس ان القوى الناعمة دي لها تأثير خطير. مفيش كلام طبعا, مفيش كلام. بس افرض استاذ محمود ان حضرتك تعرضت لتجربة معينة. كويس. وعندك مشهد يعني على اتساعه
في اخرين ربما يكونوا ناس كويسه. ليه محمود الجندي بعد 50 سنة يقول انا مش هشتغل تاني؟ ما انت ممكن تشتغل مع الناس اللي تستحق محمود الجندي ان يشتغل معاهم. ما انا لو شفت بديله امل في ان الناس دي اذواقها او تعاملها معانا هيختلف، انا ما عنديش مانع ان انا استحمل شويه، ما انا استحملت 50 سنة. لكن انا دقت الحلو في التقدير وفي والاحتفاظ بالكرامه والعمل الفني الممتع اللي يشبعك كفنان. ما انا بستمتع علشان الجمهور يستمتع. لما انا ابقى مبسوط ومرتاح في العمل حاسس بقيمه العمل اللي بيتعمل وعارف الفايده منه وعارف المسج اللي هتوصل من خلاله كل الناس بيبقوا بيجروا على ده. لكن لما الاقي ان ده ملوش اي تقدير ولا قيمه ولا حد يهتم بيه وكل همهم ان عب شرايط وزيع دون النظر الى فحوى هذه الشرايط. بس مسلسل ابن حلال مثلا يعني والدور القوي جدا بتاع حضرتك الدراما بقى كانت عاليه قوي اللي هو يعني كان من حوالي 3 سنين بالظبط يعني ما كانش فيه، كان دور حلو ومكتوب ومحمود الجندي ادى اداء عالي جدا فيه، اديت الشخصيه بكل حواسك وبكل خبرتك. لان برغم كل المتاعب لقيت اللي يغريني، لقيت الدور اللي يغريني ان انا اتحدى فيه هذه المواقف يعني واشتغل بمزاج. يعني هي ازمه ورق ما بيتعرضش عليك الادوار المناسبه؟ طبعا مش في كل الوقت بيتعرض ادوار مناسبه. انا في الايام الاخيره كنت بشتغل باليوم علشان ارتاح نفسيا، يعني بيجي يتفق معايا على فيلم او بتاع اقول له انا اشتغل معاك كام يوم، انا باخد في اليوم كذا عشان ايه اريح دماغي، لا انا بقى ايه بطل الفيلم ولا انا ليا دور مهم فيه خلاص، لان انا عارف ان دوري يوم يومين تصوير. طب ما هو ممكن كده يجمع لك كل مشاهدك في يوم واحد عشان يقلل الميزانيه. وده بيحصل طبعا. انما لقيت انها المساله مش دي مش يعني جاري ورا فين الابداع بقى هنا مفيش مفيش دور. يعني حضرتك شاورت على دور استفزني كممثل ان انا اعمله فحاولت اعمله بمزاج وابدع فيه قوي، وكان صادم شويه للمشاهد لانك كنت فيلن، يعني كنت شرير شويه. المسلسل مثلا رقم مجهول اللي عملت فيه شخصيه المحامي ده كان بعيد خالص عن الخط اللي انا عامله والناس عارفاه عني بالظبط. ادوار وجو كان يخليك، انما كل فين على ما بيتعرض ده 3 سنين الاخرين دول مفيش حاجه، لدرجه ان انا السنه اللي قبل اللي فاتت انا قعدت قلت لا مش يعني مش هقبل اي حاجه عشان لقمه العيش، ربنا بيبعت الرزق من اي مكان. فما عملتش غير نيلي وشريهان اللي اشتركت فيه مع احمد، وهو مسلسل جميل. يعني ده عشان احمد يعني عملت معاه دور فيه، والاستاذ احمد الجندي المخرج ابن حضرتك وانا على فكره اعرف احمد كويس، وعملنا لا تراجع ولا استسلام مع حزلقوه. وكانت حاجه بديعه جدا يعني. طب قلت لي انك العلم معاك رقم مجهول وكنت شديد التحمس لدورك في ابن حلال. لو عرض عليك دور النهارده كده مثلا بالليل، مخرج كلمك وقال لك والله انا عايز ابعت لك السيناريو الفلاني، تبقى ردك ايه عليه؟ اقول له اسف؟ لا مش هقول له اسف، اقول له الانتاج اتكلم معايا، لان هطلب بقى اللي انا ما كنتش بتكلم فيه خالص، حط لي في العقد اسمي هتكتب ازاي، الاعلانات هتنزل ازاي، فلوسي هاخدها امتى، موعدها ايه، اذا اتاخر قسطي يبقى ايه التصرف، يعني هحط كل الشروط اللي تحميني من ان انا اقعد اتضايق واحرق في اعصابي. طيب يعني لو المنظومه دي انا ما اعرفش هو ده هيحصل ولا لا، انا بتخيل معاك سيناريو يعني فاهم ممكن ما يحصلش بالظبط. فهو حضرتك شايف انه ايه، انه قرار اعتزال العمل الفني مرتبط باصلاح المشهد اللي احنا فيه بالظبط، ولو ما انصلحش هتفضل بعيد. ده احترامي لنفسي واحترامي للجمهور علشان ما اعملش حاجه اقل من الناس بتثق فيها. الناس لما بتشوف اسم محمود الجندي مثلا، ليا ناس بتحبوا يتفرجوا رغم انهم مش عارفين العمل لكن عارفين محمود، طب يبقى نتفرج نشوف محمود بيعمل ايه. طبعا الناس دي اصدمها ليه؟ واضطر اقبل عمل علشان المعيشه؟ لا مش هقبل ده، احتراما لكرامتي واحتراما لحب الناس انا مش هعمل، مش هتنازل هذا التنازل. طب ما هو المعيشه برضو دي بتهم كل بني ادم في العالم. المعيشه دي الرزق ده ربنا بيبعته، طالما احترمت نفسك وعملت دورك قصاد ربنا هيجي لك الرزق من غير اي من حيث لا تحتسب.
لان الرزق ده ربنا بعته بعته مش عن طريق ونعم بالله ونعم بالله طبعا ما اقدرش اقول اي حاجه. ده الحاجه اللي انا خلياني مطمن للقرار لاني انا ايه اللي كان مصربعني كده قوي ومخليني بتنازل ووضعت على اعصابي عشان اشتغل علشان يعني المصاريف والالتزامات اللي عليك. طب ما دي هتيجي من اي مكان تاني مش هغلب يعني. وحضرتك استاذ محمود زيك زي اي حد في الدنيا فاتح بيت وعندك مصاريفك وعندك التزاماتك وده شيء لا يعيبك ولا يعيب الاخرين يعني ده شيء طبيعي. انا بشتغل برضه عشان عندي اسره وعايز اصرف عليها وعندي التزاماتي يعني كلنا هو احنا بنشتغل ليه. يعني النقطه اللي احنا وصلناها في الاول ان الدوله شالت ايدها ده اول ضمان راح من الناس اللي بتحترم نفسها لان في تلفزيون الدوله كان في حد تحاسبه كان في واحد تقدر تحاسبه لانه في النهايه في تسلسل قيادي وفي ترتيب وفي احترام لقيم محطوطه وفي لجنه بتشوف العمل قبل ما يتعرض وقبل ما بيتقدم كورق وتحكم ده يتعمل ولا ما يتعملش اذا كان ده يصلح لل يصلح ولا لا. كان في لجنه بتحط خطه شهر المشاهده زي رمضان ايه الاعمال اللي تقدم في الشهر اللي فيه نسبه مشاهده عاليه يعني كان في احترام للمتفرج والمتلقي. بس دلوقتي مع التلفزيونات اللي هي الفضائيات الخاصه ما عادش في سوق هو اللي بيحاسب السوق يقبل او عرض وطلب وسوق معتز الاعلانات هي اللي بتتحكم ما هو عرض وطلب بقى ما هو يعني طيب. بقت منظومه حره يعني المعلن اذا لقى فلان او فلانه هعمل اعلانات على ده دون النظر الى هو بيقول ايه او ايه الموضوع اللي بيقدمه ملوش دعوه فالمحطه يا مرحب اعمله مسلسل لفلان او فلانه فبترحب باي عمل فيه الاسم من دول دون النظر الى ايه الموضوع فبقت الحكايه ان المحطه محتاجه المعلن والمعلن هو اللي بيطلب مين اللي هيعمل عليه اعلاناته لانه عارف ان ده اللي هيجيب اعلانات او الناس مشاهده اكتر فبقى التاني يعلي سعره عارف ان هو مطلوب فالحكايه اتلخبطت. وبعدين اللي بينفذ ده الناس اللي بتشتغل الشغل ده بقى طبعا بنشتغل في ظل ظروف غير لا انسانيه يعني تخيل انت في شهر 7 و8 ده لما درجه حراره حاجه و40 وبتشتغل في جو في الشمس في قريه او بتاع وبتعمل انت بتحرق نفسك والنتيجه انك انت في الاخر حتى مستحقاتك الماديه ما بتاخدهاش في موعدها وفي نفس الوقت ما انتش مرتاح قوي اللي انت بتقوله موضوع مش عاجبك لكن ايه اقل يعني احسن الوحشين طب ما هو ده ضغط نفسي كل ده ضغط نفسي وبتشتغل وانت مش مبسوط فمزاجك وحش انا بقى في ماسك على وشي حزين دايما مش عارف افكه ده في ادائك بقى في ماسك كده حتى كل واحد يقابلني يقول لي فين الابتسامه بتاع زمان ما هي دي بقت غصب عني بقت نابعه من جوه يعني عملت لي حاله طب ليه انا اخسر كل حاجه يعني ليه انا ضايق نفسي اول الدرجه دي الجماعه اللي هم زملائك من ابناء جيلك اللي هم طلعوا معاك في نفس الجيل وربنا طبعا كلهم عايشين نفس الحاله تحيه كبيره جدا كلموك قالوا لك حاجه طبعا هم عايشين نفس الحاله وهم يعني بيقولوا لي انت رميت طوبه في الرمال الراكده ان فعلا احنا مش عارفين المنظومه مش عارفين ملهاش علاج اصلها فاحنا متقبلين الوضع طالما ان الحكايه ماشيه يعني مش شايفين لها لان لو في ايدينا العلاج هنعالج اصل المنظومه الطوبه اللي في المايه الراكده دي بتحرك الامور ولما تتحرك الامور تتجه ناحيه الاصلاح ان شاء الله بس هو مين اللي هيصلح هو ده اللي انا بسالك يا استاذ محمود اللي هيصلح ان يبقى فيه هيئه تانية زي التلفزيون زمان تكون تدخل منافس للسوق التجاري ده وتعمل اعمال لها احترامها زي زمان مؤسسه السينما عمل شركات في المنتاج وفي القاهره الانتاج السينمائي عشان تعمل افلام توازن السوق ده كانت فكره الموازنه زمان النهارده السوق متروك للتجاره فقط فالتلفزيون لازم الدوله تخش اذا كان الشركتين اللي تعاملوا قطاع الانتاج او شركه صوت القاهره ما قدروش يواكبوا لان طبعا نظام وظيفي فالمساله تحللت فنهار مسبيرو ونهار صوت القاهره للاحكام الوظيفيه اللي بتسود ما بقاش فيه اللجنه المهتمه بـ 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 بالتربيه الذوق ووجدان المتفرج بات الناس اللي مهتمه ايه اللي هيتقدم عشان يوصل الناس لايه
كان زمان وزاره الثقافه اسمها وزاره الثقافه والارشاد القومي. وامام الطوفان الرهيب من الانتاج الخاص ابتدت الدوله تتراجع 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 الى ان تلاشى تقريبا الدور. طيب قلت لي ان الحزن يكسو وجه الاستاذ محمود التوني وانا عايز بقى ايه اعرض لك حاجه كده استاذ محمود الجندي. انا اسف محمود التوني حبيبي برضو. عايز اقول انه ايه في كده تجميعه لحاجات ايام ما كنت بتبتسم. ايه رايك نفتكرها مع بعض؟ ياريت. لربما الابتسامه ترجع لك تاني يا استاذ محمود. يا ريت تعالى نشوفها ونرجع تاني. ماشي. ازيك يا شمس؟ انا دريت بحكايه العسكري الانجليزي بتاع وش البركه. ايه عامل ايه؟ زي ما انت شايف النهار لابس مره. طب حاسب بقى لسوق فيها. انت بقى ما قلتليش عامل ايه؟ زي ما انا بتنطط من حي للتاني لقط رزقي. من يوم ما تفش من الملجا وانا عيل صغير وانا مش لاقي لي بتوى. ما انت عارف باين خدت على كده. ولا لسه معاك النبله دي الخير والبركه اللي بلقط بيها رزقي. ايه بكر بط تايه ألمه جدي صغير مش طايق عيشته اريحه. بص يا زناتي استخراع يا ابني الواحده من دول توزن حلاوه. انا عايزك معايا في شغله طفشان. ايه شقاوه؟ احنا بنعمل حاجه غير كده حبيبي. ايدي على كتفك. بكره بالليل نتقابل في الخرابه. ماشي ماشي. زناتي بعت عمود. ده كان جزء على فكره من فيلم شمس الزناتي بطوله طبعا استاذ عادل امام وكان معاه الاستاذ محمود الجندي منور اهو ومبتسم وكان الاستاذ مصطفى متولي والاستاذ احمد ماهر والله يرحمه عبد الله محمود ابراهيم نصر. كان في مجموعه كبيره ولما برجعك لحوالي 35 سنه فاتت يا ريتك حضرتك تفتكر لي كده الفرق ما بين الزمن ده وما بين دلوقتي. مع العلم بالاستاذ عادل ربنا يا رب يعني يوفقه دايما ويديله طولة العمر لا زال لغايه دلوقتي بيدلنا على الاقل مسلسل كل رمضان. طبعا يعني عادل امام بيعتبر بالنسبه لنا مصنع كبير بالنسبه لانتاج الدوله. يعني مصنع كبير وبيجيب عائد للدوله كبير سواء مادي او معنوي. بيعمل يعني يكفي ان يتقال عادل امام من مصر فهو هو نموذج للقدوة الفنية اللي عاشت المدة الطويلة دي. والزمن زي ما بيقولوا بيثبت القيمة. الشيء اللي بيمر عليه وقت أطول قيمته بتعلى. صحيح. فكون فنان زي عادل إمام يعيش المدة دي كلها متربع كده يبقى ده أكيد قيمته عالية عند الناس. صحيح. فالاهتمام بيه واهتمام بوجوده شيء مهم. جنب عادل إمام طبعا فيه نماذج تانية. يعني ما يجبش اهمالها بقى. يعني لا يجب يعني يجب ما حدش يقول كده. يعني يجب برضه الاهتمام بده ان الدوله تهتم بالناس دي علشان يستمر التفريق ويستمر العطاء ويبقى الصغير عنده امل لما هيكبر هيبقى واخد حقه. صحيح 100%. بس قلت لك ايه الفرق ما بين زمن شمس الزناتي ودلوقتي؟ لا كان التعامل طبعا مختلف يعني مع انه على فكره ده ما هوش من ايام الابيض والاسود ولا حاجه. ده يعتبر من 35 سنه. من 35 سنه مش كده؟ يعني كان فيه راحه نفسيه بنشتغل. اولا كلنا بنحب بعض والجو ما فيش حد حاسس انه مش واخد حقه. يعني كل واحد مكانه محفوظ. يعني في وسط العمل استاذ عادل نجم العمل انما كلنا كنا تحت ظروف صعبه بنصور في كل صحراء مصر من السويس للهرم للصحراء الغربيه علشان احنا بنلف بالعربيه في اماكن كتير. فكانت معاناه انما كلنا في ظروف واحده. الناس كلها كانت في ظروف واحده. وبالنسبه لمساله عدم التزام المنتج بانه يقبضك في ميعاده دي ما شفناهاش الا قريب. يعني حضرتك بتقول اللي انا فهمته استاذ محمود ان حضرتك تقبل بالاجر نقول ايه المتوسط ولكن لا تقبل بالتهرب من
الالتزام في مواعيده. بالظبط، ده بيحولني الى ملح ومطالب ملح، وبقى تقيل ان كل شويه تليفون كل شويه تليفون. آه. والرقم اللي تطلبه خارج الخدمه، هو خارج الذوق خارج الادب الحقيقه، مش خارج الخدمه، لان انت بتقفل تليفونك طب رد على انا، انت انا عملت التزاماتي على مواعيد انت مديهاني. لان انا عليا مطالب، وانا لما بحط طبيعي، ما هو طبيعي حضرتك تشعر بانك بتستجدي حقك، بتستجدي حقك. وطبعا ده معادله مش فير، مش عادله يعني. والاعذار ما هياش مقنعه يعني. الاعذار زي ايه؟ اصلا انا ما المحطه ما جابتليش فلوس، المحطه اللي اشترت العمل ما دفعتليش فلوس، المحطه قالت المعلم ما دفعش لسه، الاعلانات ما جمعناش فلوس الاعلانات. طب في الاخر انا اللي مدان، انا اللي انت راجل منتج يعني، انت راس مالي معاك فلوس بتدفعها من ضمنها اجور الناس. وبعدين بتبيع دي برقم كذا، انت تاخدها ما تاخدهاش، دي ده شغل تجاره، انا ماليش دعوه بالتجاره. انا شغل ان انا الموضوع تتكرر تكرر معاك كتير، بقسمه عامه بقول لحضرتك، مش انا الحكايه مش خناقه، انا بصلحها. واقول لي طب القناه اللي ضايقتك دي يقول لك كلمتين او يصلحوك او يعملوا لك برنامج او بتاع. الحكايه مش صلح كده، لا ده تراكمات تراكمات. انا عشان اخد قرار زي ده مش سهل عليا نفسيا، مش سهل عليا ان انا هحرم نفسي من حاجه انا بستمتع فيها طبعا يعني، وهحرم نفسي من حب ناس انا ما اعرفهمش. التليفونات اللي جات لي من الناس اللي ما اعرفهاش، ده اللي شدني، ده اللي اثر عليا، خلاني قلت لحضرتك لو لقيت العمل اللي هيحترم وجودي هعمله، انما انا كنت واخد قرار ببعد نهائي. لكن مكالمات الناس دي بالنسبه لي ده شيء كان مؤثر جدا، لان الانسان بيدور يعني فين الانسان يلاقي حب ناس كده ما يعرفوهوش وبيزعلوا على قرار هو اخده. طبعا ما هو ده فراق، فده ده تراثي، ده ثروتي الحقيقيه. الناس بتحب الاستاذ محمود الجندي وده فراق، فطبعا يعني حضرتك مش بس عملت كده، ده انت تعتبر يعني عاقبت الجمهور بتاعك. لا وانا ما اقبلش ده، انا ما عاقبش الجمهور ده، انا بحترمه اكتر، انا بحترمه اكتر، مش عايز ابان قدامه في صوره مهزوزه بعد السنين اللي هم عملوا لي فيها. الجمهور هو اللي عمل اسمي طبعا، فانا بالتالي ما اقدرش احرجه او اصدمه في الانسان اللي هو حبه وهو صغير او عاش معاه فتره ظهوره. طب ممكن تحكي لي بس عن الايام اللي سبقت اتخاذك القرار؟ قعدت مع نفسك يعني بما فيه الكفايه يعني، قلبتها يمين وشمال وكله بالظبط، استشرت حبايبك يعني قلت ايه؟ طب انا يعني تحملت الفتره اللي فاتت، طب ما اتحمل الجزء اللي باقي يعني، مش هيأثر مش حاجه، وخصوصا دلوقتي ما بتعرضش اعمال عليها القيمه عليك يعني، خلاص هم بيعتبروا ان احنا ما بقيناش الصف الاول، فاحنا بنكمل المسلسلات بس. يعني بيجملوا وبينزلوا الصورات يعني، عايز دور اب مثلا في 3 4 مشاهد كويسين، عايز ممثل تقيل يعملهم، فبيلجأ لحد من الجيل ده. انما ما يتكتبلكش سيناريو بحيث انك انت تبقى الدور المحوري فيه مثلا، ولما اتعمل المسلسل غيبك عن الدعايه. يجي مثلا يتعرض عليا العمل كملخص، ورقتين كده فيهم ملخص الموضوع. انت بتعمل دور كذا، ففي الملخص في وجود درامي موجود في الشخصيه، لكن العمل بيتكتب واحنا بنصور، وفجاه ان مثلا 60 حلقه انا مصور فيهم 9 مشاهد. طب ليه تعملوا فيها كده؟ ما تقولي من الاول ان الدور 9 مشاهد، انا هعمل حسابي على كده واشوف فيهم انا اقدر في مشهد ماستر سين مثلا هيرضيني ولا لا. فساعتها مش مهم الكم، بس مهم انك مثلا تعمل حاجه بمزاج. بالظبط، ان شاء الله لو 9 مشاهد هتعملهم بس يبقوا تقال. انت حضرتك لو تفتكر انا في ناجي العالي عامل 3 مشاهد الفيلم كله. هم 3 مشاهد اللي ظهرت فيهم. انما يعتبر فيلم من افلامي، بس عمل عظيم. ان استاذ نور الشريف الله يرحمه، الله يرحمه، وعاطف الطيب الله يرحمه كمان. يعني لما بلاقي لو الدور فيه حاجه هعمله، انما ان انا تكعبلني في حاجه لان المؤلف مش عارف يمشي الشخصيات بتاعته والمخرج مش حريص على الناس اللي معاه. وتحس كده انه 60 حلقه ومعمول لك فيهم 9 مشاهد يعني، زي ما يكون اتعمل لك فخ. يعني انا حسيت ان انا فعلا اتكعبلت. فالله، طب ما هو ده سرقه، دي خدعه يعني. التجارب سيئه جدا بصراحه، انما لسه مش قادر اتفق مع القرار. انما ايه رايك بمناسبه لما بتقول لي ناس كتير كلموك، وفي ناس برضو معانا دلوقتي عايزين كده يوجهوا لك رساله من جمهورك يعني، تعالى نسمع بعض منهم كده، ناخد بعض الاتصالات. ابدا مع سيد من اسكندريه، استاذ سعيد من اسكندريه، اتفضل. مساء الخير. عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا بشكرك جدا يا استاذ معتز
انك جبت لنا نجمنا المحبوب. الله يخليك. صاحب الموقف معايا انا بقى شخصيا استاذ محمود الجندي، الف لا باس عليك. الله يخليك. انت اسعدتنا كتير يا استاذ محمود. الله يخليك. ربنا يسعدك زي ما اسعدتنا. استاذ معتز بتسمح لي في لحظه. اتفضل. يعني احكي الموقف حصل معايا انا وانا راجل مواطن عادي مع الاستاذ محمود الجندي. اتفضل. الراجل ده انا كنت شغال في منطقه اسمها العمريه وانا من اسكندريه. ايوه. وفي مكان شتاء، سمعنا حضرتك؟ سمعك. والراجل معدى عليا بعربيته، الشتاء نازل فوق مني، واتفاجئت ان العربيه ملاك واقفه جنب مني، وبيطلب مني ان انا اركب عشان يوصلني. وبعدين عمال ابص له مستغرب، يعني الشكل طبعا مش غريب عليا، بس انا محروق اقول له ان انا اعرفك. فين لما وصلنا قرب محرم بيه؟ قال لي انت عارفني ولا مش عارفني؟ لما اتلفت لي كده قلت له استاذ محمود الجندي. والراجل يعني طب اوصلك فين؟ طب انت شغال فين؟ قلت له انا مدرس بس شغال هنا شغله ثانيه في العمريه. قال لي انت راجل محترم. وكان موقف نبيل منه يعني مش يعني فرصه الحمد لله ان انا عشت ان انا اشكر الراجل ده على الهواء قدام الناس كلها. من كام سنه الموقف ده يا استاذ سعيد؟ الموقف ده من ازيد من 25 سنه. وفاكره لغايه دلوقتي؟ عارف فاكره ليه؟ لانه تصرف انسان اصيل. انا لما بشوف الراجل ده على الشاشه انا ببقى فخور بيه. الله يخليك. سلام. طب تعالى ناخد تعليق من الاستاذ محمود الجندي، فاكر الموقف؟ لا طبعا. لا طبعا، بس يعني انا كان ده طبعي، حتى كان يخوفوني دايما ما توقفش لاي حد، ان انا يعني كنت بحس انها واجب يعني. وانت ده نصيبك لو في وعلى سكتك وعلى سكتك وانت مش هتخسر حاجه. وقلت له انت راجل محتاج لمساعده او طبطبت يعني على محبته يعني ليك. البذور قالوا ما بتبانش الا لما ينزل المطر عشان تعرف مكانها كان فين. اكيد اكيد. فانت بترمي الخير في اي حته في اي اتجاه طالما انك قادر عليه. والف شكر للاستاذ سعيد من اسكندريه انه رجعنا لذكريات جميله وايجابيه وموقف يعني عمره ما انسيه ابدا، بقاله 25 سنه. طيب اروح للاستاذ محمد من البحيره، برضه عايز يوجه لحضرتك سؤال او فضل. رساله. استاذ محمد مساء الخير. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. انت يا استاذ محتاج والله بتجيب لنا الاصاله والدم المصري الاصيل، واحنا بنشكرك والله على لقاء النجم الكبير الفنان محمود الجندي. لا لا شكر على واجب. والله ابن انت بشرفنا يا استاذ محمود والله، انا من كابتن الدوار وبشرف بالاستاذ محمود، ويعني انت رفعت اسم البحيره زي قواتنا المسلحه بالظبط كده، انت رفع اسمنا في وسط البلد بحاله، في وسط الجمهوريه بحاله. انت وكابتن حسن شحاته ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك ويديك الصحه وما تسيبناش. انا دور كويس تسعدنا بيه، يعني تسعدنا بيه يا استاذ محمود. الله يخليك. احنا يعني ما ننساش ادوارك كلها يا استاذ محمود. ما تقلقش يا عم محمد، انا ما سبتش البحيره، انا بعمل السنه دي ان شاء الله. لا ما سبتش الفن يا استاذ محمود. لا ما انا ما سبتش الفن، يعني الفن الاصيل بتاع زمان. انا بعمل الاحتفال بتاع العيد القومي للبحيره ان شاء الله بكل عناصر الفنانين اللي في البحيره يوم 19 سبتمبر، العيد القومي للبحيره. اتفقت مع معالي الوزيره مهندسه ناديه عبده محافظ البحيره على ان انا اعمل الاحتفال بتاع السنه دي بكل عناصر اصول الثقافه في كل مراكز البحيره، على اساس ان يبقى احتفال كبير يتقدم في دمنهور. فانا ما سبتش الفن، لكن سبت التعامل مع الوسط بطريقته الحاليه. لكن زي الاستاذ معتز ما هو متفائل وبيدعو للتفاؤل دايما، بيقول ان شاء الله ان المستقبل هنشوف تغيير في هذا المناخ. فانا ساعه تغيير هذا المناخ انا هشتغل، مش هبعد عن جمهوري. وانما الفن نفسه انا ما سبتوش، يعني انا بشتغل الحاجات الفنيه اللي تنفس عن هوايتي في محافظتي في البحيره. مركز ابو المطامير عامل فرقه والناس شغالين هناك، وبعمل لهم كل سنه عرض مسرحي. وهو ده يعني بصراحه يعني مهم قوي توضيح المساله دي. وطبعا حضرتك يعني لما تعمل حاجه زي كده فبرضه بتعمل رساله كبيره جدا، بتخرج برضه اجيال وبشغل اصول الثقافه، الثقافه الشعبيه اللي طالعه من الاقاليم اللي بيبقى فيه مواهب كبيره جدا. فربما لما يبقى فيه يعني قدوه كبيره زي حضرتك الشباب ده يتشجع ونشوف منهم عمل عظيم ان شاء الله. يعني تنميه فنيه واصلاح اجتماعي في نفس الوقت، لان الولاد دول لما بيتسابوا
قاعدين على القهاوي والكافيهات طول الليل بالظبط, وبيتكلموا كلام فاضي وممكن يستقطبهم بسهوله اكيد في اتجاهات منحرفه. اه فوجودهم اما بقعدهم واعمل لهم مسابقات ثقافيه واطلع لهم كتاب واقول لهم انا هاجي المره الجايه اسال في الكتاب ده مين المؤلف والمؤلف ده له اعمال ايه تاني, يدوروا يبحثوا بيشغلوا نفسهم في حاجات ذات قيمه. هتمنى لك التوفيق بس هفضل اقول لك برضو مش كفايه بالنسبه لي انا شخصيا يعني. محمد من هنا, اتفضل يا محمد. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز, اهلا بحضرتك. علي صوتك بعد اذنك. تحياتي ليك ولضيفك المحترم الاستاذ محمود الجندي. الله يخليك. اهلا وسهلا. تحت كلمه محترم دي مليون خط. الله يخليك. طبعا يا استاذ معتز, احنا باختصار بنتحارب حرب من عدو شرس ماليا وبيستخدم فيها جميع الاسلحه, بيستخدم فيها, بيحاربنا عقائديا وفكريا واخلاقيا, بيموتنا برصاص الغدر وبيكفرونا, واخلاقيا بيموتوا فينا كل حاجه حلوه تعلمناها بالمشاهد المسيسه اللي بيقدموها لنا وبالاعمال الرديئه. انا بقول للاستاذ محمود الجندي, انت اسمك محمود الجندي, يعني انت جندي في ساحه القتال في مكانك اللي انت فيه, انت هتعتزل وهتسيبنا لمين يا استاذ محمود؟ هتسيبنا للي بيتقدم لنا ده؟ لا, ده مش منطق اللي بتتكلم فيه, انا مش معاك فيه. انت وزمايلك المحترمين في رقبتكم رساله وامانه هتسالوا عنها, والله العظيم هتسالوا عن اللي بيتقدم لنا كله, لازم كلكم وصل. تحياتي ليك وشكرا. شكرا استاذ محمد من هنا على هذه المداخله. اخذ منال من الجيزه. منال اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا استاذ معتز. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. والله انا يعني انا عايز اقول لسيادتك دي اول مره انا اعمل مكالمه في التلفزيون. تمام. اولا طبعا حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا اللي احنا بنعتز بيها, وطبعا متابعين جيدين يعني لبرنامج حضرتك. شكرا. واستاذ محمود الجندي بقى ده يعني حاجه يعني انا مش عارفه مش عارفه اوصفه الحقيقه. طبعا هو فعلا فنان قدير ومحترم واحنا بنعتز بيه جدا, وانا عايزه اقول ان هو دلوقتي ابكاني يعني انا ما شفته دلوقتي يعني انا صعب قوي يعني حته ان احنا الناس الكبيره وكده يعني ما نقدرهاش كده, ده صعب لان احنا كلنا هنبقى كده وكلنا هنتحط في الموقف ده. يعني كل الاجيال اللي طالعه برضو دلوقتي بعد كده هم هيبقوا برضو في نفس المكان ده, فاحنا لو احنا مش هنعرف نكرم الناس دي يبقى ما الناس لازمه صراحه يعني. بعدين استاذ محمود يعني طول عمره انا عايز اعرف تاريخ الاول استاذ محمود, اقول لحضرتك مساء الخير. مساء الخير يا فندم. واقول لحضرتك يعني يا ريت انت دلوقتي قلت ان حضرتك يصعب عليك الناس اللي هم ما يعرفوش حضرتك بيطلبهم حضرتك ان انت تستمر معانا, فانا طبعا برضو انا طبعا حضرتك ما تعرفنيش انما طبعا احنا نعرفك من خلال اعمالك الجيده واعمالك اللي عمرك ما عملت اي مشهد مخل ولا مشهد بتدخل بيوتنا بمنتهى الاحترام كاخ وكاب, واحنا بنعتز بسيادتك ونرجوك يعني ان انت تفضل معانا الحقيقه. الله يخليك. مش محتاجه رجاء انما انا عشان المشاعر الطيبه دي ده اللي خلاني فكرت في ان انا ان شاء الله اذا لقيت عمل يتناسب مع احترام الناس ليا واحترامك انت وجمهور اللي زيك لمحمود الجندي, ده اللي مخليني عايز احافظ على نفس العلاقه, فان شاء الله اذا لقيت ما يفيد ده هشتغل, انما يعني هي المساله بس مساله تغيير مناخ ودي صعبه شويه لان انت لازم المساله كلها يحصل فيها تعديلات ثانيه. معلش مش هنفقد الامل لاستاذ محمود ان شاء الله. طيب شكرا لمنال. وهاخد وفاء من الجيزه. اتفضلي يا وفاء. مساء الخير. يا استاذ معتز. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. حقيقه انا بشكرك وبشكر البرنامج بتاعك, برنامج مفضل ومحترم جدا, والقناه قناه محترمه وكل العاملين عليها ربنا يكرمهم يا رب ويجازيهم كل خير. عايزه بس اودي رساله للاستاذ محمود الجندي. اتفضلي يا وفاء. اقول له حضرتك انت قلت ممكن اعمل مسلسل او فيلم فيه 9 مشاهد, انا عايزه اشوف حضرتك حتى لو مشهد واحد بس. حضرتك راجل محترم وبنحبك وبنحب نشوفك, يعني انا ممكن اشوفك لمده دقيقه واحده بس حقيقه ببقى يعني مبسوطه, يعني في ناس بنشوفها طول الفيلم يعني ممكن ابقاش عايز اشوفها خالص, لكن حضرتك مجرد ما اشوف حضرتك مشهد واحد بس انا ببقى مبسوطه والله جدا. حضرتك راجل محترم, وبعدين حكايه الاعتزال دي ما تخصكش لوحدك, لا تخص جمهورك, ولازم تنزل لجمهور جمهوريه مصر العربيه كلها تستأذنه سواء كان يرضى لك بالاعتزال او لا. صحيح.
ما استأذنش جمهوره يا وفاء، دي مهمه قوي دي. بتقول لك عايزه تشوفك ان شاء الله لو دقيقه واحده. الكلمه دي بالنسبه لك بتعني طبعًا. ايه بتعني كتير، بتخليني طبعا يعني ارتجف لان مسؤوليه كبيره. يعني انت قلت 9 مشاهد، ايه بتقول لك عايز اشوفك في مشهد لمده دقيقه؟ ده حب شكله ايه لمحمود الجندي؟ ما انا كمان نفسي يبقى في مشهد بس يبقى مؤثر، ما بقاش طالع ما بعملش حاجه يعني قاعد كمان اتعدد، يعني مش ده اللي انا احب اقابل فيه الناس اللي بيحبوني، احب اقابلهم بحاجه اشبعهم او على الاقل امتعهم يعني تليق بتاريخك وباسمك وبجمهورك وبجمهور. فيعني انا حاسس والله باللي حضرتك حاسس بيه ونفسي اعمل اي شيء والله يا استاذ محمود، نفسي اعمل اي شيء، بس هي مش مشكله يوم ولا اتنين، دي منظومه بالزبط. كامله محتاجه يعني انا اخذت كمان قرار ده بعد تفكير ان بدعو زمايلي المتحملين كل ده في الوقت ده، ارجوكوا انتوا هتبقوا نموذج للي بعدينا، ادوهم مثل في الاحتفاظ بالكرامه والحفاظ عليها والتمسك بالقيم والمبادئ اللي احنا اتربينا عليها. طبعا وهم اكيد دلوقتي بيسمعوك او بيتابعوا حضرتك ورسالتك واضحه جدا جدا، وزي ما بيقول لك حبايبك كتير. هناخد تليفونين كمان قبل الفاصل. معايا علاء من الشرقيه، اتفضل يا علاء. مساء الخير. الو مساء الخير يا استاذ معتز، تحياتي. اهلا وسهلا، اتفضل. واستاذنا الكبير استاذ محمود الجندي عاوز اقول له رساله. اتفضل. بص يا استاذ محمود، انت طبعا اضافه لاي مكان واضافه، انت يعتبر انت والفنانين الزمن الجميل العظماء اللي ذكرتهم، كان الفنان الكبير عادل امام او الفنان ابراهيم ناصر او المرحوم عبد الله محمود في فيلم شمس الزناتي، انتوا يعني اعتبر مصر لها 3 اهرام وانتوا هرم منهم. وعاوز اقول لك على حاجه، ام كلثوم الله يرحمها عبد الحليم حافظ توفوا لكن يبقى العمل بتاعهم، فهيفضل التاريخ يذكر الفنان الكبير محمود الجندي. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا زعلت قوي من ان انت بتقول في ناس كانت بتجيبني 3 مشاهد، عارف انا بشبهه بايه يا استاذ محمود؟ بشبهه لما يكون عندي لعيب راس حربه مثلا وليكن زي حسام حسن او كده، وتيجي تلعبه ليبرو يعني عاوز تضحك عليه الناس، فده بتحس بنفسي قوي. لكن انا متاكد جدا، انا يعني شفت زمان يا استاذ معتز لما كان ايام ام كلثوم وحفلات ام كلثوم، النهارده ام كلثوم لسه عايشه في وسطينا، وبدليل على كلامي ان انت كان زمان ممكن تيجي بالفلاح، يعني بصفه راجل فلاحي كنت تيجي تعمل كوبايه الشاي على الشاليه كده في الارض وتسمع معاك راديو صغير تسمع ام كلثوم. النهارده الزمن بقى البوتاجازات والكلام من ده، فرتكه ورشانه ونسينا الكنوز اللي زي محمود الجندي محفز الالقاب طبعا، ده قيمه وقامه. وفين المنتجين وفين المخرجين؟ هل الممثلين الجداد دول ما لهمش ابهات؟ ما ليه ما جيبش الاستاذ محمود الجندي والاستاذ يوسف الشعبان؟ ما هو الكلام اتكلمنا مع الاستاذ محمود في الموضوع ده ولا نتمنى ان هو يمضي في قراره، نتمنى ان هو يتعرض عليه الحاجه الصح بالاطار المهني المحترم اللي يليق باسم محمود الجندي. شكرا لعلاء من الشرقيه. هاخد عمرو من السويس، اتفضل يا عمرو. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا استاذ معتز، الله عليك وعلى الحلقه الجميله. شكرا، الف شكر. وعلى الفنان اسطوره، انت ده تاريخ، التاريخ اللي جنبك ده. طبعا طبعا تاريخ والله، وانت عارف كده كويس ان ده تاريخ يا استاذ معتز، انت فنان اصلا. اكيد. انت مذيع، انت فنان وابن فنان. شكرا يا استاذ عمرو، اتفضل. هات التفل بتاع الشهد والدموع. بص يا استاذ محمود الجندي مكتوب ازاي؟ وجنبه مين؟ مع احترامي بقى للجيل والافلام ولكل حاجه. انا اتفرجت على مسلسل رمضان كريم كله. زعلت قوي 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 ان الراجل ده مكتوب. ده تاريخ يا جدعان، والله العظيم عيب. اقسم بالله العلي العظيم عيب. ما ينفعش زي فنان زي محمود الجندي، انا بتابعه انا من طفل، انا مواليد 81. تمام؟ كبرت شويه تابعت الشهد والدموع. اقسم بالله بتفرج عليها تاني. طبعا طبعا. تضحك اضحك يا حسين، اسمك حسين في الشهد والدموع. يا فنان يا كبير انت، سيبك من اي حاجه. ربنا يخليك. انت فنان وليك تاريخ. واوعى. انا سويسي خلي بالك يا فنان وجميع وبحب اتكلم كده معلش. لا تحتب. تمام؟ اضحك. وبعدين انت اهلاوي يا استاذ محمود، اضحك بقى. هو معلش هيضحك لما يلاقي الـ 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 الاطار الصح اللي يليق بيه وبتاريخه. شكرا
لعمرو، ده كان من السويس. مكالمة تانية من اسكندرية، نادرة من اسكندرية، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا أستاذ معتز، سوري. إحنا كلنا بقى مذيعين وزي الفل ولا يهمك، اتفضل. أنا متشكرة قوي إن أنت جبت الأستاذ ده في مقاومة زي محمود الجندي. العفو. أنا صراحة شفت له رب الإكرام، وشفت له ابن حلال، وأي حاجة يعملها حتى لو مشهد واحد بيأثر في الواحد، وأنا أحترمه لأن بيختار، عايز يختار الدور مش بيبص للمادة. يبقى لا. ده إنسان يترفع له القبعة يا أستاذ معتز. طبعا. وبعد عايز أقول لك هو أستاذ حزين قوي، في إيه في الدنيا بيضحك؟ الهجوم اللي احنا فيها دي كلها في ايه بيضحك؟ لا هو كان طول عمره راجل متفائل والابتسامه ما بتفرقش وشه. ايوه طبعا. فهو نفسه متضايق ان هو تحول لواحد شايل الهم. ما هقول لحضرتك حاجه، هو زعلان من اللي بيحصل له، لان ده طبعا انسان ده لازم يكرم لان عمل كتير، فدلوقتي ما ينفعش ان هو يعني يتجاهلوه. صح 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 ولا مش صح؟ وانا عايزاك يا استاذ محمود يا جندي تبتسم للحياه. لا الحمد لله، يعني احنا مش متشائمين. انا بطبع متفائل جدا زي ما قال الاستاذ معتز. لا ان شاء الله مفيش تشاؤم، مفيش تشاؤم ان شاء الله. شكرا لنادره من اسكندريه، ايمن من المنوفيه. باختصار لو سمحت، اتفضل يا ايمن. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء كبير قوي 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 على الاستاذ فن. ما معلش ممكن تعلي صوتك يا ايمن؟ مساء الخير استاذ معتز. مساء النور، اتفضل. معاك ايمن ضلط من المنوفيه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ محمود الكندي رمز الفن الاصيل. الله يخليك. فانت حضرتك مش من حق حضرتك ان انت تعتزل الفن، يعني التلفزيون المصري هو الاستاذ محمود الكندي، هو الاستاذ عادل امام، الناس القيمه اللي هم عاملين احترام للتلفزيون المصري، اما دلوقتي يعني حاجات اللي عملها محمود حاجات قيمة، مش حاجات زي ما بنشوفها اليمن دول بدون رقابة وبدون وبدون. فالمفروض معلش مش من حقه ان هو يعتزل، الشخصيات العامة مش من حقها ان هي تعتزل بقرار من نفسها. احنا عاوزينه لو دقيقة واحدة في كل برنامج، او دقيقة واحدة في كل مشهد، او دقيقة واحدة في كل فيلم او كل مسلسل، ده يبين ان في فن اصيل موجود، فن المصري الاصيل اللي هو موجود. الناس الشخصيات الحلوة اللي زي كده. تمام. شكرا يا ايمن، معلش انا قلت لك باختصار لان في مكالمات كتير جدا جايه للاستاذ محمود الجندي الحقيقه. شكرا ايمن، كان من المنوفيه. وبس عايز اقول تعليق صغير قبل ما انال، انه ايه، ان احنا مش عايزين نخلط الاوراق ببعضيها. استاذ محمود الجندي من فهمي لكلامه لا يعني انه يهاجم الجيل الجديد خالص، بالعكس هو يتعاون معاهم، هو مؤمن بيهم وبموهبتهم، هو بينتقد المنظومة اللي لا تراعي تاريخ الإنسان وقيمته الفنية والتعامل الإنساني المحترف المحترم أولا وأخيرا. مشكلته قضية سلوكيات، فمش هنقول بقى الأعمال كانت زمان كويسة ودلوقتي في ناس زي الفل وفي أعمال ناجحة جدا، وما نقدرش إن احنا نلغي دلوقتي ونقول ده كان زمان، لانه الدول ما بتتقدمش بالطريقه دي. بس حبيت اقول بس الحته دي علشان ساعات ممكن الرساله بتاعتك توصل تتفهم غلط. انك انت مش عاجبك خالص ولا حاجه. لا بالعكس، لا ما انت معترض على شق معين ولك كل الحق فيه ووضحته، وهاخد منال من بنها. اتفضلي منال، مساء الخير. ايوه ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله تمام. عايزه اكلم محمود. اتفضلي انت على الهواء، اتفضلي. دموعك دي والله يا اسم محمود غالي علينا وحياه ربنا. ربنا يخليك. ومش عايزينك تزعل حضرتك خالص، انت استاذ كبير. انا مواليد 88، يعني من جيل الجديد. ربنا بس حضرتك يعني محترم 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 محترم. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. شكرا شكرا على ذوقك. شكرا منال من بنها. محمد من القليوبيه، اتفضل يا محمد. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معتز والفنان الكبير محمود الجندي. اهلا بيك. انا بقول لسيادتك انك انت ما حدش عارف سيادتك الا الناس الكبيره بس.
يعني احنا فاهمين سيادتك وعارفينك كويس قوي. فانت كيما يا استاذ محمود، وارجوك بعد اذنك ما تسيبش الفن خالص يعني، لان انت بتفكرنا بالزمن الجميل فعلا يعني. ربنا يخليك. شكرا على الكلام الجميل ده يا محمد. ده كان من القليوبية، اخر اتصال لضيق الوقت، لانه عايزين برضو الاستاذ محمود الجندي ضيفي النهاردة يعني يعلق بقى على كل الكلام اللي قاله. وطبعا بعتذر لكل حبايبه اللي طبعا تليفوناتهم في الكنترول وعايزين يوجهوا له يعني رسائل حب وود وتقدير واحترام، وهو دي القيمة الحقيقية للفنان الحقيقة يعني، بعيدا عن تقدير اي جهات ولا اي يعني معرفش جهات رسمية وكده. الفنان بيفتكروه دايما جمهوره وشعبه او ناسه. ياسمين من الاسكندرية. ياسمين مساء الخير، اتفضلي. مساء النور يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا مش هتكلم عن رقي الموضوع اللي حضرتك مختاره النهاردة. شكرا. ومفيش كلام طبعا ان محمود الجندي جمهور كبير جدا، وهو لفت نظري ان هو بيقول ان الجيل بتاعه كله كان بيشتكي من نفس المشكلة، انه عدم اختيار الادوار المناسبة ليهم والتاريخهم والكلام ده، بس هما ما كانش رد فعلهم ان اللي هو بيفكر فيه، فاحنا كنا بس بنستسمحه انه يطول باله شوية، وعشان احنا حبنا ليه يستاهل ان هو يفكر زيادة في الموضوع. وانا المسلسل الاخير بتاعه في رمضان انا كنت مستنية بقى لما يظبط صوته، لان انا بحب صوته جدا من ايام مسرحياته مع ليلى علوي وشريهان، وانا بحب، انا عارفة ان صوته حلو وبيغني حلو، فكنت مستنية بقى ايه لما في الدراما يعدل بقى صوته، عشان انا كنت بحب صوته قوي وعارفة ان هو هيقوله حلو جدا. فيعني خليه بس يتأنى شوية وما فيهاش حاجة لما يتراجع. برضو الأستاذ هاني شاكر من فترة كان فكر في الموضوع، بس لما لقى جمهوره برضو قاعد يتصل بيه كده، ما فيهاش حاجة لما يتراجع عشان خاطرنا يعني. يعني انت هتفتقديه لو غاب عن الساحة الفنية؟ اه بجد. وعلى فكرة انا يعني مش عايزة اقول الجملة المعتادة، انا عمري ما اتصلت ببرنامج برضو. والله عمري ما فضلت كده ورا برنامج عشان اتصلت. الله، انتوا كلكم عمركم ما اتصلتوا ببرامج؟ والله دي حلقة تاريخية ولا ايه؟ انا لو قلت كده انت صنعت التاريخ النهاردة يا دكتور يا استاذ محمود. الله يخليك. انا والله فعلا عمري ما اتكلمت ببرنامج، بس انا مصدق قوي وبعزه بجد. لا لا مصدقك والله. دي كانت ياسمين من اسكندرية. شكرا ياسمين. اخر اتصال معلش، في اتصال ألح علينا دلوقتي. الاستاذ محمود ادريس الخبير السياحي من الاقصر. اقصر بلدنا، بلد سواح. سواح طبعا. اتفضل يا استاذ محمود. ازاي حضرتك يا استاذ معتز؟ الحمد لله تمام. انا طبعا الشخصية اللي حضرتك مستضيفها النهاردة مهما قلت عليها مش هديها حقها. ربنا يخليك. انا بتشرف اني النهاردة على الهواء وبتكلم مع الراجل المحترم الفنان اللي انا بصراحة ما اعرفش هو من فين يعني، بس انا اعتقد ان هو اكيد ليه جذور صعيدي يعني. هو من البحيرة. هو من البحيرة طبعا. يعني شرف لينا برضو فنان من البحيرة كده بقامة الأستاذ محمود. الله يخليك. الأستاذ محمود عشان وقت البرنامج. أيوة. أنا يعني بشكرك لاستضافتك المواضيع المهمة والشخصيات المحترمة. شكرا. برنامج رفيع المستوى. شكرا. خاطب الشعب وطني من طراز فريد، فأنا مش هطول، أنا بشكرك من خلال. لا شكرا على واجب. حضرتك من الصعيد بقول لك متشكرين. وأستاذ محمود أنت قامة مصرية محترمة، ربنا معاك وإن شاء الله ربنا يطول لنا في عمرك عشان نستمتع بحضرتك. الله يخليك. شكرا أستاذ محمود إدريس من الأقصر، تحياتنا لكل أهل الأقصر طبعا وحبايبنا. أستاذ محمود إحنا قربنا نختم. بس يعني إيه محتاج أعرف منك يعني رأيك ايه في كل الناس اللي كلموك دلوقتي؟ انا بقول لحضرتك يعني في كلامهم، في مشاعرهم، في ارتباطهم بيك راجل محترم وفنان يعني محترم. طبعا مشاعر بقول لحضرتك بتمثل كنز بالنسبة لي، لان هي دي الثروة الحقيقية لأي فنان. يعني انا كنت بعمل كل جهد ده علشان الناس دي، حب الناس، عشان اوصل للدرجة دي. لان الفلوس اللي قبضتها كلها راحت، انما اللي فضل هو ده. المشاعر بتاعت الناس دي هي دي اللي باقيه، وهي دي اللي هتستمر معايا. فبالتالي يعز عليها جدا ان انا اصدمه او ان انا اخذلهم في موقف. طلباتهم دي على عيني وراسي طبعا، وعشان جمهور انا ممكن اتحمل اي حاجه في الدنيا، لكن الا كرامتي يعني امام كل هذا الحب.
وكل هذه المشاعر والارتباط بيك باعمالك وانا تعمدت ان انا افكرك باعمالك وعشان كده عملت لك التجميع صح. ممكن تتراجع عن هذا القرار؟ يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن اتنازل عن اي حاجه فلوس اتنازل عنها اتنازل عن ده الا حته التقدير. مين اللي قرب من كرامه محمود الجندي؟ ما حدش يقدر. لا انا قلت لحضرتك التجاهل ده انا بعتبره اهانه والاهانه دي اصلها جريمه يعني زيها زي ما يكون واحد فعلا يعني اذاك يعني فيها اذيه نفسيه جريمه تقديريه ملهاش ممسك يعني في واحد لو بصيت له كده يعتبرها اهانه والتاني ما يتاثرش غير بالشتيمه المباشره فالتقدير ده حته الانسان اللي حاسس بنفسه بيبقى تقديره مختلف يعني او بمعنى اصح هو الشعب المصري كله عنده الاحساس ده طبيعي الا كرامته طبعا فبالتالي لما بتيجي في الحته دي بقى بتوجع قوي لما الواحد يعني يتغاضى عنها مره واثنين وثلاثه ولاقيها بقت سمه عامه وبعدين انت تزعل تغضب تمشي مش اشكال يجي غيرك او الناس دي تعرف ان انا متضايق مثلا الناس اللي هم القشه اللي قسموا ظهر البعير اللي عملوا معايا الموقف ده اما بلغتهم بان انا متضايق من الموقف ده ان مفيش حد منهم مثلا طيب خاطري او زي ما بيقولوا يعني عزاني في الموقف او قال لي طب ما تزعلش او حقك علينا يحسسني ان هم مهتمين بان انا ضايقت ده ولا ان هو شريك ولا حياته اللي من تنادي ولا كان في حاجه حصلت يعني كان انا بهاتي وحاجه الايقاع السريع والرغبه في الربح والمجتمع المادي طحونه يعني كل ده مش اهمال كل ده يعني مش يضايق يحز في نفسي انما الاقي ما حدش قدر ان انا متضايق ان انا زعلت حتى ما حدش يقدر ده حتى ما يعني ده جبر الخواطر على الله يا اخي جبر الخواطر ده شيء انا مقدر زعلك وانا بقول لك ما تزعلش وحقك عليا وكرامتك فوق راسي يا استاذ ربنا يخليك والله ما لا يمكن استحمل ان الاقيك بتقول ان انت كرامتك اتمست لا يمكن ولا يمكن اقبل ان حد يمس كرامه محمود الجندي لان انت حبيبنا الله يخليك واحنا مش عايزينك انك انت تاخد قرار في لحظه غضب وتحرم جماهيرك منك لا والله هي ما كانتش غضب قد ما غيره على الوضع يعني الحالي انما يعني ان شاء الله ربنا يعني ايوه هو ده اللي انا عايز اسمعه ربنا ان شاء الله يبقى فيه حاجه تستاهل ان الواحد يضحي او يتنازل شويه عن اجزاء بتضايقه علشان يرضي الجمهور عشان يرضي الناس اللي هي مشاعرها بهذا الشكل وعشان ما يتحرموش من طلتك عليهم ولا نتحرم منهم لان انا لاقي الحب ده فين تاني لانه يعني طبعا يعني مع احترامي طبعا لمشروع البحيره وهو شيء جميل جدا ورساله ساميه بس ده هيبقى انتشاره برضو في نطاق يعني شويه محلي انما على مستوى بس تاثيره هيبقى اقوى تاثيره هيبقى مباشر على ناس طبعا مني بقى والناس عارفين كويس قوي طبعا بس بقى لك 50 سنه ليك طلتك وليك حضورك في سواء في الدراما او في السينما او في المسرح او في الاذاعه فجاه كده لا محمود الجندي يبقى معانا لو سمحت يعني أنا تحت امرك طبعا وارجو ان دي تبقى برضو رساله موجهه للدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين ان النقابه لابد انها يكون لها حاجه هو مفيش قانون يحمي تحمي الممثل ما ملهاش قانون يحميه لكن على الاقل تدخل النقابه او اهتمامها بحاجات صغيره زي دي او ممثل صغير يشكو من شكوى لازم النقابه تجيب له حقه وتحمي كرامته وتقف في ظهره عشان ما يحسش ان هو كده هو الدكتور اشرف كلمني الحقيقه وقال لي يعني يعز علينا موقف زي ده احنا متضامنين معاك وعارف مشاعرك وعارف اللي حاصل لكن ارجو انك انت ما تحرمش الناس يعني قال لي كلمتين حلوين وهو بيحارب في 100 جبهه بالظبط لكن طبعا دي من الجبهات اللي المطلوب انها محدش بيهتم بيها قوي يعني فارجو انها تبقى لها جانب من الاهتمام لان ده جزء من شغلنا يعني لما كنت في النقابه كان ده جزء من شغل النقابة ان احنا ما نسيبش ممثل يتعرض لإهانة وتفوت الموقف كده ببساطة يعني لما خدت القرار ده اخر حاجة هسألها لك اعتقد كان اختبار حقيقي يعني مكانتك في قلوب جمهورك ما كانش مقصود والله لا ما انا فاهم بس المسألة هي خرجت منها طاقة ايجابية تانية بالظبط يمكن ربما ما كانش عامل حسابها لا وارضتني جدا يعني ريحتني جدا نفسيا ان انت قد ايه واصل ان انت جهدك اللي فات ما راحش هدر
ما انت ما ما, ما تعبتش في الفراغ يعني. آه. لا انت سبت اثر كويس واهو ادي نتيجته. يعني حتى لما لقيت اهتمام او قلق الناس، واحد زي عم رشوان توفيق ربنا يديله الصحة، ربنا يديله الصحة، اول مكالمة تليفون جاتني وهو حزين جدا وبيكلمني بيقول لا محمود لا ما ينفعش، يعني احنا موجودين، احنا ما عندناش رتب. ده جميل ده رشوان توفيق ده. ولا الشباب الصغيرين، واحد زي ميدو عادل زي غيره واقفين جنبه يقول لي النبي عم محمود ما ينفعش انك تسيبنا، واحنا مصدقين احنا بنشتغل جنبك وبتاع. الاقي كلام من الصغيرين ومن الكبار بهذا الشكل شيء يرضيك جدا ويسعدني يعني. وان شاء الله يعني ان انا اكون عند حسن ظن الناس بيا، وان احنا يعني نلاقي زماننا او نلاقي مكاننا في هذا الزمان. وانا اتمنى ان برنامج 90 دقيقه يبقى بس يعني وفر لك مناخ انك تحس قد ايه الناس يعني هتفتقدك، وانك انت يعني ايه. انا بتفائل بوجودك وانت عارف، والله بتفائل باللقاء معاك، لان انا بقول لك الناس المحترمه تحس تطرح معاهم القضايا دي. انا ما رضيتش اطرح هذا الموضوع في اي مكان تاني علشان اطرحه معاك، لان انا عارف ان ده قيمته. انا بشكرك، وبمناسبه الناس المحترمه محمود الجندي رجل وفنان محترم، الله يخليك، انا بنحترمه وبنجله، وبشكرك قوي على قبولك دعوتنا النهارده، وكل التمنيات الطيبه ليك يا استاذ محمود. الله يخليك، بالنجاح والتوفيق ومزيد من العطاء، ومستنينك ان شاء الله. ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله، لما تيجي الحاجه الصح باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ محمود الجندي، وشكرا لكم على متابعه هذا الحوار في برنامج 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. الى اللقاء.